أم بلا ليش أبغى أرجع أروح سوريا؟ من وراك حبيبي، وأنا شو مسوي؟ هاي بدينك. يعني هسه عفي الدين أديت أحد؟ هاي إحنا قوانيننا، دين الإسلام هذا الموجود، عجبك عجبك، ما يعجبك هذا الموجود. زين يعني إلا تروحون سوريا يعني داعش هناك. هاي عقوبتك. لا جديات. إي أنا أقول لك عقوبتك. عقوبتك لأن أنت ما جاي تحترم الدين مالتنا. يعني ما يخالف انا قابل سبيته سويت شيء؟ لا انت لا سبيته ولا شيء، بس انت كفرت بي، واللي يكفر احنا عقاب الكافر نعاقبه بالقتل. يعني صديقك تحكي؟ لا ما دان الشاقه، انا دا اقول لك هسه لان انت في الواحد طايح حظك صاير. ما طول هذا كلامك ويانا كلام وياكم ايش سويت انا؟ ما راح احكي وياكم بالموضوع بعد. انت عايش ويانا. يا عايش وياكم يعني شنو؟ احنا ما نريد واحد مو مسلم. لو تصير مثلنا لو ما نريدك بعد. ناخذك لا تاخذوني بعد، تاخذوني سوريا ليش؟ هذا الموجود. انكتل هنا. تنكتل عادي. يعني تشلي. مشكلتك هاي، تشلي بحالك حال الكلاب بالشارع. حالك حال الكلاب بالشارع. يا تفضل اطلع عن وجهي، لا تحكي. ليش اطلع؟ ما تحكي وياك اي شيء بعد. ليش؟ انت ما تحكي ويانا بعد. يعني ليش؟ يعني انت شنو يعني صدق تحكين؟ اي صدق ذا. تراني بينكم. انت ابني وابنك كبير، بس سويت شيء غلط. سويت شيء غلط وبعد احنا ما نريدك فيها. اطلع برا يلا. ولا تحكي وياي بعد ولا كلمه. تفضل اطلع. بس. اطلع. اطلع لا تناقش بعد. انكتل هنا تمام. انكتل، احنا ما نريدك بعد. اطلع برا. بتردوني شو بتردوني هنا؟ اطلع برا دا اقول لك. يعني هسه هذا حكي؟